ايضا ينضم الينا من الخرطوم الصحفي يوسف الجلال. اهلا وسهلا بك استاذ الجلال. اذا ستخرج قوى سياسيه مختلفه يوم 30 من يونيو، هناك من يدعم الحكومه لتحقيق مطالب الثوره، هناك من يريد تصحيح المسار، وهناك ايضا قوى سياسيه تبدو انها تنتمي الى النظام القديم تدعو الى اسقاط الحكومه. كيف تستقيم كل هذه الاختلافات في تجمع واحد؟ المؤكد وفقا للمؤشرات الآن على الأرض وعلى جغرافيا الصراع السياسي تشير إلى أن الثورة السودانية ليست في تمام عافيتها ولا في كمال صحتها، ذلك أن الدعوات هذه تؤكد وتبرهن أن هناك خلل ما، البعض يسعى لتعديل مسار الثورة والبعض الآخر ينادي بتنحي الحكومة الانتقالية نفسها كليا. لكن المؤكد أيضا وفقا للمؤشرات والواقع السياسي والممارسة السياسية في السودان أنه لا مجال لعودة العسكر أو سيطرة كليا على الأوضاع في السودان، وأيضا لا مجال لعودة النظام السابق إلى الحكم مجددا. الذين يصعدون الآن ويخلقون واقعا تبدو فيه عسكرة السياسة يهدفون، وهؤلاء هم العسكر ربما داخل مجلس السيادة، يهدفون بدرجة أساسية ورئيسية لتأكيد أن هناك خطر ما يترصد بالثورة السودانية، وأن هذا يعني وفقا لمزاعمهم ومعتقداتهم أن وجودهم في سلطة ضروري لحماية الثورة من فلول النظام السابق، هذا هو ربما المخطط الرئيس في عقل العسكر داخل مجلس السيادة وبعض المحسوبين عليهم بصورة أو بأخرى. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك احتمال للفوضى أو أن هناك مخطط تخريبي كما يشير أو يزعم أو يدعي كثير من المحسوبين على السلطة العسكرية وبعض المكونات داخل الحرية والتغيير، وخصوصا الذين استفادوا من هذا الوضع وتنسموا السلطة وربما استولوا على الثورة بصورة أو بأخرى. طيب، من يدعو إلى تصحيح مسار الثورة، ما الذي يقصده بالتحديد؟ أي مسار تود قوى الحرية والتغيير تصحيحه في الثورة؟ والمؤكد أن الثورة ليست في تمام عافيتها ولا في كمال صحتها، وهذا جعل كثير من لجان المقاومة وأسر الشهداء يطالبون بتصحيح المسار، يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق، يطالبون بتقديم قتلة المتظاهرين خلال المواكب وخلال فض الاعتصام بصورة وحشية إلى العدالة. وهؤلاء بعضهم الآن متنفذ وداخل مجلس السيادة بصورة أو بأخرى، على اعتبار أن المتهم الأول في فض المجزرة هو المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد وقتها. بالتالي لجان المقاومة وأسر شهداء فض الاعتصام يطالبون باستكمال أهداف الثورة المتمثلة في العدالة الانتقالية ومحاكمة رموز النظام السابق. للأسف هذه الحكومة فشلت حتى في أدنى مطالب الثوار المتمثلة في ملاحقة رموز النظام السابق والإتيان بالعدالة للشهداء. طب القوى السياسية أستاذ الجلال منقسمة على نفسها، هناك من يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى تشكيل اصطفاف سياسي جديد وخلق نوع من الفوضى السياسية على الساحة السودانية. هو من المؤكد أن المظاهرات إذا استمرت في وأوجدت حالة من الاستقطاب، طرفها بعض المحسوبين على قوى الحرية والتغيير والطرف الآخر بعض المحسوبين على النظام البائد، فهذا يمكن أن يوعز العسكر في السودان اتخاذ أحد أمرين، إما إبعاد الطرفين السياسيين من المعادلة السياسية وتكوين حكومتهم ذات الطابع العسكري المرتبط ببعض الدول الإقليمية الخارجية، أو أن يمضوا في اتجاه خلق واقع سياسي جديد يقوم على أن هناك الآن حالة من الاصطفاف محسوب على الحرية والتغيير يقابله اصطفاف محسوب على قوى أخرى ليست مشاركة في الحكومة، وبالتالي هذا ربما يجعل بعض القوى السياسية تعود إلى المشاركة في الحكومة ولو من خلال المجلس التشريعي، لكن هذا رهين بدرجة أساسية أن يكون هناك اصطفاف كبير من قبل البعض المحسوبين على النظام البائد ومقابل الاصطفاف المحسوب على القوى الحرية والتغيير. إذا حدث هذا ربما يكون هناك واقع سياسي جديد قد يغير في الحاضنة السياسية والشعبية للحكومة الحالية. هناك ما يقول بأنه يوم 30 من يونيو سيكون يوم اختبار للديمقراطية في ذلك اليوم وحرية التعبير، ما الذي تتوقعه في ذلك اليوم وكيف سيتم التعامل مع هذه التظاهرات؟
والمؤكد أن هناك متسع كبير جدا في هامش الحريات، لم يعد التضييق على حرية العمل السياسي والإعلامي والشعبي والاحتجاجي كما كان حادثا خلال سنوات الرئيس المعزول عمر البشير. هذا واحدة من أهم منجزات هذه الثورة السودانية، لكن هذا لا يعني أن الديمقراطية أمر قدسي، هي للأسف تستخدم أحيانا لتحقيق أهداف سياسية. الآن الذين ينادون بالخروج للتظاهر في 30 من يونيو كانوا يرفضون مطلقا أي تجمع وأي تجمهر للمواطنين، بحجة أن هذا يؤثر في الأمر الطوارئ والطوارئ الصحية المفروضة من قبل وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ الصحية. بالتالي الآن هناك اختبار حقيقي لنوايا كثير من المكونات السياسية التي كانت ترفض التجمهر، أغلقت الطرقات والشوارع والأسواق بحجة التباعد الاجتماعي ولمحاصرة كورونا. شكرا لك يوسف الجلال، صحفي السوداني، كنت معنا من الخرطوم.